اختتمت في قوة دفاع البحرين صباح اليوم فعالية ندوة استراتيجيات مكافحة الإرهاب والتي أقيمت تحت رعاية سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي، وذلك بحضور سمو الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة والتي نظمها الحرس الملكي بالتعاون مع المعهد الأوروبي للدراسات الأمنية. أقيمت هذه الندوة تنفيذا للتوجيهات الحثيثة من قبل المسؤولين بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين وعلى رأسهم صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، حيث اشترك فيها عدد من ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني. في ختام الحفل قام سمو قائد قوة الحرس الملكي الخاصة بتوزيع الشهادات على المشاركين في هذه الندوة، منوها سموه بدور القائمين على الندوة والمشاركين في إنجاح هذه الفعالية الهامة، متمنيا التوفيق والاستفادة للمشاركين. تأتي هذه الندوة التي استمرت لعدة أيام ضمن سلسلة الندوات التي تميزت قوة دفاع البحرين بعقدها خلال السنوات الماضية. وقد احتوت الندوة على العديد من المحاور والمحاضرات القيمة ورش العمل والحلقات النقاشية التي اتسمت بحيوية الطرح والإثراء والأهمية، وذلك لتعزيز القدرات عبر طرق وأساليب التعامل الحديثة لمكافحة الإرهاب ولتضافر الجهود وزيادة التنسيق والتعاون بين كافة الجهود المشاركة في الندوة لمواجهة خطر التهديدات الإرهابية